ما شاء الله مجموعة من الأطفال يتزينون ويكتسون باللون الأخضر فرحة بهذا اليوم الوطني. عندنا مشاركة جميلة جدا. الهنوف محضرت لكم حاجة معينة وحابة تقولها لمشاهدي ام بي سي، وش حابة تقولي لهم يا الهنوف؟ أنا أمسك لك المايك بس أنت قولي. تمام. لعزنا يا دار السعودية أنت فخر يا دار سلمان، مليكنا سلمان يا حية، ولي العهد ولي العهد الدار متفان، الدار يبنيه بجدية لين نورت قدام الأعيان، تاريخنا ما في الدول زيه، مهبط رسالة عز وإيمان، شعبنا شعبنا ضمتهم بحنية، منه فيها كل الإحسان، ودام عزك يا وطن. ما شاء الله لسانك الهنوف. ما شاء الله. هذه كلمات مين؟ كلماتي أنا. ما شاء الله أنت اللي كتبتيها. إيه؟ ما شاء الله تبارك الله، موهبة فنية قادمة بامتياز الهنوف. خليك قريبة عندنا يا هنوف، لا تبعدين. طبعا أنا لفتني أول ما دخلت البوليفارد الأمورة هذه، إن شاء الله أنها واضحة عالية حلوة. شوفوا لبسها، إيش تقولين للوطن؟ أنا أحب ملك سلمان كثير. إيش سويتوا للعسكري؟ وش عطيتوا؟ قالت لي سالفة. أعطيناه ورد. أنا وفارس. فارس. فارس تفضل يا فارس. فارس تعال. وش تقول لليوم الوطني؟ إيش تقول لهم؟ كل عام وأنت بخير. أحيي الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان. ما شاء الله. والشعب السعودي. برافو فارس. ما شاء الله. طبعا أزياءهم جدا جميلة. طبعا ما ننسى أبطالنا في الحد الجنوبي. طبعا نقول لهم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم سند لنا هنا موجود بأمن وأمان إن شاء الله في هذا البلد.